إذا نكمل محاضرتنا. مثل ما أنه أنا شرحت قبل شوية أنواع الهيستوغرام، وشفت أنه هذول كل الأنواع هما لصور بها مشكلة. إذا أنا حتى أحل الأربع مشاكل اللي عندي، أحتاج إلى أنه أنا أجري عملية ترانسفورميشن. وهذا الترانسفورميشن اللي راح أجري هو عبارة عن عمليات امبروف المن بالهيستوغرام اللي موجود عندنا. من قلت انه اني احتاج الى موديفيكيشن، وهالموديفيكيشن اللي اني احتاجه انه اني احتاج الى مودلينج فانكشن، معناها اني دا اجري عملية ترانسفورميشن. هل ترانسفورميشن كل ترانسفورم من اريد احول من صورة، خلينا نقول هي هاي كونتراست، الى صورة مقبولة كهيستوغرام جيد، اذا اني احتاج الى شنو؟ احتاج الى مابينج فانكشن. اذا كل ترانسفورم يحتاج الى مابينج فانكشن. هالمابينج فانكشن اللي راح اشرحه راح يكون هو خاص بمن؟ بكل حالة من الحالات الهيستوغرام السيء اللي كان عندنا موجود. من اجي اريد اشتغل على صورة هي لو كونتراست، وهالصورة هي مثل ما قلت انه كل كومبوننت الهيستوغرام متمركزة في مركز الديناميك رينج، اذا اني احتاج الى موديفيكيشن، وهالموديفيكيشن راح استخدم بالمابينج فانكشن، وهالمابينج فانكشن هي اسمها ستريتشنج. اذا اني من اسوي ستريتشنج معناها هالستريتش هذا فتحت الكومبوننت على كل الديناميك رينج. أباو أنه أنا عندي هنا الكمبونات متمركزة بالوسط، هنا صارت هي متوزعة على كل الديناميك رينج. بالنسبة للصور اللي هي أيضا هاي كونتراست، من أقول هاي كونتراست معناها هي الكمبونات متوزعة، لكن هالتوزيع هو مو يونيفورم، لا أشوف أنه صعود ونزول. من أسوي مابينج جديدة، وهالمابينج هي عبارة عن شرينكينج. هالشرينكينج هذا ايش راح يسوي لها؟ راح يضغطها في رينج محدد، وراح نشرحها شلون يصير. عندي نوع اخر هو لمابينج فانكشن اسميها السلايدينج، وهذه السلايدينج هي ايش راح تسوي لي؟ راح تدفع لي الكومبوننت اما باتجاه البرايت او العكس باتجاه ال دارك، حسب الصورة اللي أني عندي. إذا إحنا إيش عدنا؟ عدنا أنواع من المابينج فانكشن. أجي على النوع الأول، اللي هو الهيستوغرام ستريتشنج. إذا المابينج فانكشن مالته أنا قلت أحتاج إلى معادلة، هذه هي المعادلة. المعادلة بالبسط إيش أكو عندي؟ قيم الصب إيمج، وهذه قيمة بداخل الإيمج هي مينيمم على مقسومة على المقام اللي هو الماكس ناقص عن المن، مضروبة في ماكس ماينس من بلس من. أجي أعرف الرموز اللي عندي. الـ IRC معناها أنه أنا عندي هذه هي الصب إيمج كلها. المن معناها أنه أنا عندي أقل قيمة موجودة بالصورة، أو كأقل جراي ليفل موجود بداخل الصورة. الماكس هو أعلى قيمة موجودة بداخل الصورة. من أجي على ماكس، إحنا مو نقول الصورة ممثلة بأربعة بت بير بكسل، يعني من الصفر إلى 15. إذا الأربعة تعطيني 16، يعني من الصفر إلى 15. إذا الماكس هو شقد؟ 15، والمن هو صفر. إذا الماكس والمن هذه تابعة المن للجراي ليفل، للنمبر اوف جراي ليفل، والمن طبعا هي اقل قيمه موجوده عندنا. نجي نباوع على هذه الصوره. هذه الصوره هي لو كونتراست واريد اشتغل عليها. جينا باوعنا هاي الصوره لو كونتراست، وسمنا لها شلون عرفنا لو كونتراست؟
مو بالنظر، وإنما جينا رسمنا لها هيستوغرام، شفنا هذا هو هيستوغرامها وهذا هو الهيستوغرام، يبين لي إنه هذه الصورة هي لو كونتراست. حتى أحولها إلى صورة هاي كونتراست راح يكون عندي، راح يكون عندي هالشكل هذا. هذه هي الصورة صارت هاي كونتراست، هذه السابقة وهذه الجديدة، وهذا هو هيستوغرامها. شلون حصلنا عليه؟ حصلنا عليها باستخدامنا المن لل ستريتشنج هيستوغرام. هسه تقولون انه احنا هذا شلون نشتغله كقانون، شلون نشتغله كقانون. اذا انا خليت لكم مثال، خليت مثال، هذه هي المابينج فانكشن اللي عندي اللي هي ستريتشنج. جيت حددت طاوعت على الصب ايمج اللي عندي، اقل قيمه موجوده بها شقد هي موجوده بها 1، واعلى قيمه موجوده بالصوره هي 7. اذا حددت الارم ماكس والار من. الماكس والمن حددناهم منين؟ لانه هذه الصوره هي ممثله ب 3 بت بير بيكسل، اذا اقل قيمه هو 0 واعلى قيمه للجراي ليفل فاليو هو 7. اجي هسه اطبق القانون، انتبهوا علي. انا ايش دا اسوي؟ انا دا اخذ هذا القانون وراح اجي اطبق. ابا اخذ اول قيمه من الصوره، هذه تمثل لي اول قيمه من الصوره، تمثل لي هاي الاثنين، تمثل لي ار اي اوف ار سي. إذا جيت خليت الاثنين، أقل قيمة موجودة أنا حددتها هي 1، أقسمها على من؟ على أعلى قيمة موجودة عندي هنا نجد هي 7 مطروحة من أقل قيمة. هسه عملية الضرب، الماكس هذه هي 7 والمن هذا هو 0. إذا أنا حصلت على أول نقطة اللي هي تمثل لي 1.167. أجي على النقطة الثانية، إذا أنا راح أشتغل الصورة قيمة قيمة، يعني هسه الأربعة راح أعوضها مكان الـ I of RC، عندي المقام راح يصير ثابت، عندي هاي القيمة ثابتة، بس تبقى عندي هاي قيمة البسط هي المتغيرة. إذا من البداية بالامتحان أجي أحسب المقام وأحسب القيمة الثابتة، ويبقى لي فقط القيمة منه، القيمة البسط هي المتغيرة. إذا راح آخذ الأربعة أطرحها من قيمة الواحد وأقسمها على الستة وأضربها في السبعة وأطلع قيمة جديدة. إذا بعد ما إنه أنا أحسب الستريتش لكل القيم راح تطلع عندي صورة جديدة غير هذه الصورة، أرسم لها الهيستوغرام الخاص بها. تمام طلاب؟ واضحة؟ دكتورة بس الصفر مال مين، مين جبتيه؟ يعني مين طلعت؟ الصفر أنا مو قلت هاي الصورة هي ممثلة بثلاثة بت، معناها هي من 0 إلى 7. تمام؟ تمام. اوكي، اذا هذا الصفر هو مال الجراي ليفل فاليو. واضح؟ واضح. اوكي، اكو سؤال اخر قبل ما انتقل للشرينكينج؟ اكو سؤال؟ اذا انا بالشرينكينج هسه واضحه الشاشه مالت البي دي اف؟ لا دكتورة بعدها عندي ثاني. اوكي اذا اسوي شير جديد. هسه واضحة؟ اي واضحة. اوكي قبل ما اروح للشرينكينج اكو ملاحظة كلش مهمة قبل ما اروح، انه انا عندي بعض الصور، بعض الصور نسميها هذا النوع نسميه poor image. يعني هي مو فقيرة وإنما هي قليلة المعلومات. إذا هي بالحقيقة إحنا قيمها خلينا نقول هي ممثلة بثمانية بت، يعني قيمها من 0 إلى 255. كل قيم الدايناميك رينج هي موجودة، بس المشكلة إنه هالإنفورميشن مالتها كلش قليلة. من أجي أشتغل عليها ستريتشنج هيستوغرام شو راح تبقى؟ راح تبقى هي لو كونتراست، راح تبقى نفس الشيء، انه اني ما صار بها اي تغيير، يعني يبقى انه هو نفس الهيستوغرام.
إذن هيك نوع من أنواع الصور يحتاج إلى عملية نسميها عملية كليبينج. نحتاج إلى أنه نجري عملية كليبينج. هذا الكليبينج شنو معناها؟ معناها أنه أني أنطي للقيم القليلة قيمة كبيرة وللقيم العالية قيمة قليلة. يعني أبدي من low gray level أضوع القيم بحيث هذه القيم ما تأثر، يعني ما تكون أعلى من 255. أنطي قيمة خلينا نقول للخمسة بيكسل فاليو، أنطيها 10 لنفترض، وقيمة الميتين أنطيها 5 ما أنطيها 10. إذا أنا إيش دا أسوي؟ دا أسوي improvement. هل improve هذا نسميه بعملية الكليبينج، إنه إحنا نضيف بالاتجاهين، باتجاه المينيموم والماكسيموم بالنسبة للجري ليفل قيم، وهاي القيم عشوائية اختيارية، راح أحصل على انهانس للصورة. وهالانهانسمنت اللي أنا أجريته راح أضوع الهيستوغرام مالته تغير، إذا تحولت إلى ستريج هيستوغرام. واضح؟ واضح؟ أكو سؤال؟ دكتورة هاي بشكل عشوائي يعني؟ هذا القيم عشوائية، لأنه إحنا بالبداية هي القيم موجودة، يعني هذه الصورة موجودة قيمها. جينا رسمنا لها هيستوغرام، شفنا أنه هيستوغرامها هو low contrast. جيت طبقت عليها الفانكشن مال الستريتشينج، بقت هي low contrast. يعني هي المشكلة مو مشكلة المابينج مالتي، المشكلة هي بإنفورميشن الصورة. دا أشوف أنه هاي الإنفورميشن هي كلش قليلة. إذن هالإنفورميشن تحتاج إلى عملية إمبروفمنت، وهذا الإمبروفمنت نسميه فيجوالي، يعني فقط بالعين إحنا نشوفه، يعني ما راح يأثر على معلومات الصورة. يعني من أضيف قيمة ما راح تتغير هذه الفراشة تصير وردة، هي راح تبقى فراشة، بس أني سويت ضفت لها قيم، قويت بيها قيمة البيكسل فاليو. هاي الإضافة من اليمين واليسار بالنسبة للرينج مال الجري ليفل راح نسميه بالكليبينج. واضحة؟ واضحة. أوكي. إذا عملية الهيستوغرام ستريتشينج تسوي لي إنهانسمنت للصورة. أي صورة أحتاج بها إنهانسمنت أروح أسوي لها هيستوغرام ستريتشينج. عليها هاي ملاحظة يمنا، أي تطبيق أريد أني أطبقه على الصورة أحتاج إلى أنه أني أسوي هيستوغرام ستريتشينج، إذن صارت إنهانسمنت. نجي على النوع الآخر اللي هو نسميه بالشرينكينج أو هيستوغرام شرينك. الشرينك معناها أنه أني دا قلص، إذن هو عكس الستريتش. بدل ما أفتح الهيستوغرام على كل الديناميك رينج، لا، راح أقلله ضمن رينج محدد. إذن أنا راح أحتاج إلى المابينج فانكشن مالتي اللي هي عبارة عن الشرينك ماكس والشرينك من. كل الباقي هو نفسه اللي شرحته سابقا، فقط عندي هسه تو باراميترز متغيرة اللي هو الشرينك ماكس والشرينك من. دول منين أجيبهم؟ دول تعطى بالسؤال، يعني أنا جبد أريد أسوي شرينكين. أوكي، أرجع إلى صفحة الأمثلة أسوي لكم شير لها حتى نشوف وين الأمثلة. حتى نشوف إنه إحنا شلون نمثل الشرينكين كعملية رياضية. طبعاً أجي أباوع الصب إمج هو نفسه السابق، تمام؟ والمعادلة هذه قدامي هي معادلة الهيستوغرام شرينكين، وأريد أسوي شرينك المينيمم مالته هو 3 والماكسيموم 6. إذا أنا أريد أحصره على الديناميك رينج ضمن قيمة أو ضمن فترة محددة. إذا أنا أريد أسوي low contrast من أسوي شرينك، يعني معناها سويت low contrast، حصلت ضمن منطقة ضيقة. أجي هسه الشرينك ماكس مالتي 6 والشرينك من هو قيمته 3
وبقت هي نفسها الماكسيمم بالنسبة لقيمة الصورة هي 7 والمينيمم هي 1. أجي هسه أول قيمة أنا أخذتها للصورة، هاي أول قيمة مطروحة من المينيمم زائد قيمة أخرى، هاي القيمة هي الشرينك مينيمم. يعني ليش خليت زائد؟ هذه الزائد حتى ما تطلع عندي قيمة أقل من الثلاثة، ما يصير. ليش؟ لأنه أنا أريدها من 3 إلى 6. إذن أول قيمة شقد راح تطلع عندي؟ أول قيمة راح تطلع عندي 3.5. أوكي؟ إذن هذه أول قيمة 3.5. أجي على الثانية شقد راح تطلع؟ راح تطلع 4.5 وهكذا. إذن أنا سويت shrinking element لهذه الصورة، وراح أجي أكتب الصورة الجديدة من جديد، أقول IRC أول قيمة إلها هي 3.5، اللي بعدها هي 4.5 إلى آخره، كلهم راح ينحصرون وين؟ ضمن رينج 3 و 6. أريد تجربوها بإيدكم بعد المحاضرة حتى تتعلمون شلون إنه إحنا نسوي stretching، شلون نسوي shrinking. هذا النوع من الترانسفورميشن ما أقدر أستخدمه بالإنهانسمنت، هذا ما يستخدم بالإنهانسمنت، إذن هذا غير جيد للإنهانسمنت. هذه هي الصورة اللي عندي الحقيقية قبل ما أنه أنا أجري عليها أي شرينكينج، وجيت رسمت لها الهيستوغرام، شفت أنه هي هاي كونتراست إيمج. ليش؟ لأنه كل الكومبوننت متوزعة على الديناميك رينج و not uniform، إذن هو مو توزيع منتظم. جينا اشتغلنا عليها shrinking، شفنا أنه هذه الصورة هي الناتجة، صورة هي low contrast، إذن أنا حصلت على histogram ضمن فترة محددة. لنفترض هاي الثلاثة مالتنا وهذه الستة ما تجاوزناها. النوع الآخر اللي هو نسميه بالهيستوغرام سلايدينج، هذا النوع يفيدنا بالصور اللي شفناها اللي هي من نوع داركر ولايتر إيمج. نحتاج إلى أنه إحنا نحرك هالكومبوننت، إذا هي داركر راح نحولها إلى لايتر، وقيمة اللايتينج مالتنا إحنا اللي نحددها بإضافة قيمة معينة حسب المابينج فانكشن اللي عندي. واذا هي لايتر فاريد احولها الى داركر، اذا اني راح ايضا اضيف لها قيمه حسب المابينج فانكشن مالتي. اذا هذا المابينج فانكشن مالتي، القانون يقول السلايد ايمج اي اوف ار سي شو يساوي لي؟ يساوي لي الصوره نفسها زائد قيمه، هذا القيمه سميناها اوفست. هذه الأوفسيت هي السلايد أوف هيستوغرام. قيمة الأوفسيت تأخذ قيمتين، أما تكون قيمة موجبة إذا هي بوزيتيف أوفسيت فاليو، هذه البوزيتيف معناها راح تحول لي الصورة إلى برايت إيمج، وإذا كانت نيجاتيف أوفسيت معناها راح تحول لي الصورة إلى darker image. أجي أباوع على الصورة الأصلية، هذه الصورة هي darker، جينا رسمنا على الهيستوغرام، فعلا هو باتجاه الصفر، قريب من الصفر. إذن هذه الصورة تحتاج إلى أنه إحنا نضيف لها قيمة. قيمة الأوفسيت هنا مفروض تكون موجبة حتى تحرك لياها باتجاه البرايت، إذا بإضافة قيمة راح تتحول إلى برايت إيمج. خليت لكم أيضا مثال، خليت مثال، والمثال اللي هو راح نشوفه قدامنا، إنه إحنا إيش عندنا طلاب وياي؟ إيه دكتورة وياك. أوكي، أنا عندي هذا هو الصب إيمج. من أجي أباوع على هذا الصب إيمج، إذا خليته 3 بت بير بيكسل معناها ما راح أقدر أضيف. ليش؟ لأنه راح أطلع خارج الرينج، لأنه نفس الصورة أنا مستخدمة.
لذلك انه هنا الصورة راح تكون ممثلة باربعة بت بير بيكسل، يعني هي من 0 الى 15، يعني 16 جراي ليفل بها. اذا قيمة الاوفست تعطى بالسؤال، انا اذا انطيت الاوفست موجب معناها انه انا دا احولها الى برايت ايمج، انطيت الاوفست 5 اجي هسه 2 زائد 5 اعطاني 7، اذا هاي 7 مالتي، ال4 زائد 5 هاي 9، ال1 زائد 5 هاي 6 الى اخره. اذا اني حصلت على صوره جديده وهذه الصوره هي برايت ايمج. اكو سؤال طلاب؟ طلاب اكو سؤال؟ لا دكتورة واضح. اوكي، في حالة انه انا اخذ الاوفست هي قيمة سالبة معناها انه انا هنا اطرح، يعني نفترض انه هاي هي الصب ايمج مالتي واريد احولها، هذه هي مو برايت اريد احولها، فاعطيك الاوفست لنفترض قيمته 2 معناها 7 ناقص 2 راح تصير 5، 9 ناقص 2 راح تصير 7 وهكذا. واضحة؟ واضحة دكتورة. اوكي، اذا واجب لكم، واجب لكم انه تكمل لي الشرينك، تكمل لي الستريتشنج، وتكمل لي السلايد بالعكس، هذه اريدها بالعكس، وترسم لي الهيستوغرام في كل حاله، يعني ارسم هيستوغرام الصوره الاصلي وارسم هيستوغرام الصوره بعد ما اشتغلت عليه. تمام؟ تمام دكتورة، بس على مود المحاضرة بس لو تنزلي من وقت على مود نقدر نراجعها. أجزكم إياها اليوم إذا الله أراد. تمام. خلي آخذ حضوركم، هسا إحنا لهنا بعد ما عندنا أي سؤال.